اذكر مره كنت بخدم في مديريه التحرير قبل الكهنوت وانا اكليريكي. في يوم كنت رحت بلد حته قريه اسمها العزيمه، وكان في واحد مهندس موعدني يعدي عليا ياخدني، نسيني وسابني لغايه اخر النهار. فطلعت لقيت عربيه كده، بقول للراجل مركز بدري يا اسطى، قال لي والله لو لقيت ركاب اروح، ما تسمح لي اقعد؟ يعني انا اول واحد يقعد في العربيه، والناس بقى هناك كلهم يلبسوا العقال. وشويه يجوم اتنين، وبعد الاتنين تلاته، والعربيه اتملت، والسواق دور وبدا يطلع. كانت لليل بعد حوالي 3 4 كيلو، انا ما اعرفش، الله يسامح الكل، لكن العربيه بطلت والسواق قال يا جماعه الحموله تقيله على العربية، لازم حد منكم ينزل. لقيتهم كلهم بيبصوا لي، فقلت لهم طب انا اعمل ايه يا جماعه لو نزلت؟ واحد قال لي معاك ربنا. قلت لك واحد فتح الباب وواحد بيشدني. الموقف نفسه خلاني زعلت، وبعد ما العربيه كحكحوا ومشوا انا قعدت اعيط، ودخلت مع ربنا في خناقه. هو ده تخدم هو ده كرمك لخدامك؟ قول ابهدل الذين يخدمونني، مش اكرم الذين. لا، يعني انا لو قاعد عند ابويا واشتغلت واجيب لابويا فلوس واعيش عيشه بغداده لكن كان ايه رماني على الشغلانه دي؟ لا يا رب، لا لا لا، موازينك غش. بديت افوق كده واقول يا واد لا يغلبك الشر بل يغلب الشر ايه، اصبر. لقيت عربيه بتدر كلاكس ورايا، عربيه ملاكي. ببص لقيت واحد الله يرحمه كان اسمه وجدي بيه حافظ، مدير المباحث كان هناك، فكان يعرفني. قال اركب. ازاي تمشي؟ انت ما بتشوفش التعابين؟ ما بتشوفش الديابه؟ قلت له ده حصل كذا كذا كذا. قال لي بكره الصبح هجيب لك كل السواقين بتوع الخط ده، وتطلع لي السواق ده عشان اعلقه من رجليه قدامك واعلمه الادب. الباشا هيجيب لي ايه؟ حقي. وعند اخر ملف منحدر الاقي العربيه مقلوبه، والجنب اللي انا كنت قاعد فيه مترحرح ميت في اتنين. فوجدي بيه بيقول لي انت كنت قاعد فين؟ قلت له جنب المرحوم ده وجنب المرحوم ده. وجد بيه راح ماسكني وبيسني، قال لي بص ربنا بتاعك طلعك زي الشعره من الايه. انا بكيت وخدت على جنب، قلت له ما تاخدش علي، انا كنت بضحك معاك. روح ماشي يضحك معاك بكلمتين يعني يفك نفسه يعني. لكن الهنا اله العنايه الصابره. تصحى في نص الليل تشم ريحه بتجاز، تقول لها قوم يا ست. يا نهار ابيض، انا كنت حاطه ميه وتريها فارت وتاع. مراتك تنسى، لكن هو لانه سهران ما بينامش. وتصحى بالليل كده حاجه تقولها امي 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 امي، تروح فطه من على السرير تلاقي الواد الصغير نصه مدلدل من على السرير وهيقع، تقول اسم الصليب على اسم. طب ايه اللي صحاكي في نص الليل؟ ما الدنيا برد، انت نايمه، لكن هو اللي نغزك قال له امي امي الواد هيقع من على السرير. الهنا اله العنايه الساهره، سهران. لما عملت اسيس جديد من 25 سنه عملت رحله لدير مريمينا مريوط، وطلعنا من برج العرب دخلنا على الطريق الصحراوي، ولقيت اتوبيس واحد وقف، وقف ورا اتنين، وقف نزلت في ايه؟ نزلت واحده قالت لي معلش يا ابونا نسيت الواد في الدير. الواحده تنسى بوك، تنسى شنطه، لكن في حاجتين ما تنساهمش، لا الجزمه ولا الواد، لكنها نسيت الواد. لكن ابوك السماوي بيقول لك حتى لو الام نسيت الرضيع ربنا سهران، انت تنام، لكن يقول لك انا سهران عليه. إله العناية الإيه؟ الصابرة. ربنا عنده طولة بال ومطبرة. شوف ربنا يخلي الواحد بشقاوته بعينيه بشروره، وربنا مطول باله عليه. طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، هو ده ربنا.